في أسئلة عن ضبط الحفظ يا إخواني، في أسئلة عن ضبط الحفظ. يقولون أفضل شيء إنه يكون ختمات ورا بعض. والله شوف، أنا ما استعجل على الختمة أبدا، يعني ختمة ثانية إذا كانت الأولى، لكن هو أفضل شيء. والله شوف يا أخوي، الله يرضى عليك، أنا كما ذكرت لك أن تقليل المقدار اللي التقليل المقدار اللي يترتب عليه رفع الجودة والوصول إلى الإتقان مطلوب، عرفت؟ فأنا بالنسبة لي 5 أوجه يكررها الواحد 5 إلى 10 مرات ويسمعها مرة ومرتين بدون ولا خطأ، ويواظب عليها ويختم كل 4 أشهر، تجد هذه الختمة فيها جانب تدبر كبير، لأن فيها تكرار كثير، والتكرار من أقوى الوسائل المعينة على التدبر. عندي بالنسبة لي أراها ربما أفضل من ختمة في شهر بدون إتقان، بدون ضبط، مجرد تلاوة ولا فيها تدبر، عرفت؟ ولا فيها أيضا ولا تستمر، هذا أمر مهم، ما تستمر. فأفضل الأعمال إلى الله، أدوم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، يعني هو قل لكنه ما الله عز وجل يحبه. لماذا؟ يكون فيه الديمومة، فيه الاستمرارية. فمن الخطأ أني أنا أضغط نفسي وشد على نفسي أكثر، خاصة اللي مثلا مثلك، مثلا الشيخ عبد الله وبعض الشباب اللي يعلمون القرآن، وربما مع ضغطهم على أنفسهم مثلا في جانب الحفظ والتلاوة قد يكون على حساب تعليمهم القرآن، وهذا غير صحيح. المفترض إعطاء تعليم القرآن والعمل النفعي أولوية على العمل الخاص، لكون أحب الناس إلى الرحمن أنفعهم للناس، وأعظم نفع يقدم للناس تعليمهم كتاب ربهم عز وجل، تعليمهم كتاب خالقهم سبحانه وتعالى، هذا أعظم نفع. بل إن هذا سبحان الله العظيم قد جربناه ورأيناه فائدة كبيرة حتى على الإنسان في ضبط حفظه وإتقانه، في ضبط حفظه وإتقانه، لأن سبحان الله زكاة العلم في تعليمه، زكاة العلم في تعليمه، معنى زكاته يعني تنمية العلم، الزكاة بمعنى النماء والزيادة، فتنمية العلم وزيادة العلم يكون بتعليمه، بتعليمه للناس، عرفت؟ حتى أن بعضهم ربما تقول له فلان علم القرآن وكذا، هو خاتم وضابط ومتقن، وأنه في حاجة لتعليم القرآن، تفضل حياك الله وكذا، فرصة أمامك، يقول لا والله أنا وردي في اليوم ما يجي بخمسين. أنا وردي في اليوم 50 وجه وما أستطيع، أنا خليني أركز على وردي اليوم. طيب يا شيخ، إخوانك اللي بتعلمهم القرآن هذول ما فيهم أجر، ما فيهم خير عظيم تستثمر فيه، عملك الخاص مطلوب، ولكن ليس على أنك إيش تترك نفع الناس، تترك البذل للناس، تترك الإحسان للعباد، هذا خطأ كبير، هذا جانب موازنة خاطئ، كون الإنسان يكون قاصر على نفسه فيها خطأ في المنهجية. ينبغي على الإنسان يوازن، وكونه يكون كل شغله على الناس أيضا ويترك نفسه أيضا هذا خطأ، عرفت؟ لكن موازنة، موازنة، والجانب الأكبر يضع في جانب خدمة الناس ونفع الناس والإحسان إلى الناس. طيب عندك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ولئن أمضي في حاجة أخي المسلم خير لي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. اعتكاف في المسجد أعمال خاصة، عمل خاص، وكم المدة؟ شهر. وأي مسجد؟ مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة واحدة ربما يقضيها الإنسان في 5 دقائق، تكون في الأجر أعظم من اعتكاف شهر كامل في مسجد رسول الله. يعني مثلا واحد مديون في عليه قضية وفي السجن موجود ومديون الآن،
فذهب هذا ودخل على أبشر، ودخل على فريجت، دخل على الراجحي مباشر، دخل على فريجت وضع رقم الفاتورة وهو في البيت، وسدد المبلغ كامل، مثلا نقول 20,000 ريال، سدد المبلغ كامل وخرج هذاك من السجن. مشى في حاجته وقضاها وراح لأبنائه هنا لاحظ معي الآن، هذا ما أخذ من هذا 5 دقائق، وأفضل من اعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر. لكن في إشارة إلى أن الأعمال النفعية وإن قلت أفضل من الأعمال الخاصة وإن كثرت. ليس معنى هذا أننا نزهد في العمل اللي بين الإنسان وربه وحده، ما أحد يعلم بعد عمل أعمال الخلوات، لا، نحن ما نقول هذا أبدا، العكس، نقول زد، لكن نقول في جانب موازنة. كون تكون فقط تعيش في هذا الزمان، هذا الزمان اللي كثرت فيه الفتن، عافانا الله إياكم، فتن الشهوات شبهات، ونشط فيه أهل الشر وأهل الباطل أكثر من غيره، من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أنس: ما من زمان لو الزمان الذي يليه أشر منه، يعني الشر يزداد كل زمان عن الزمان اللي قبله. المفترض من هذا أن أهل الخير يزيدون أيضا جهدا وبذلا ونفعا للناس وإحسانا للخلق. واضح؟ نأتي ننظر، البعض يقول لا أنا والله خلني على، أنا مثلا عندي وردي 50 وجه وركز على نفسي. يا أخي لازم نفهم جانب التكافل في هذا الدين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب إيش لأخيه ما يحبه لنفسه. أنت شعرت بلذة القرآن، استشعرت، عرفت الحياة مع القرآن، سعادة كتاب الله عز وجل اللي أصبحت في قلبك من القرآن. طيب إخوانك إيش ما تفكر فيهم، إخوانك من هم حولك، أين أنت عنهم؟ تكتشف هذا الجانب عند رسول الله السلام، حيث كان عليه السلام يتحسر، بل إن الله يقول له فلا تذهب نفسك، يعني كاد شوف من شدة الحسرة على عدم إيمان الناس، استكبار البعض عن الحق. شوف كيف، وين أين نحن عن حرص رسول الله عليه الصلاة والسلام في هداية الخلق، أين نحن من ذلك؟ هذا جانب إخوان مهم، مهم جدا، أنك تحمل هم أخوك المسلم، ترى صاحبك في العمل، صاحبك في الدراسة، أصحابك في العمل، أصحابك في الدراسة، أقاربك يا رجل، أرحامك يا رجل، بعضهم حافظ الآن قرآن ويعيش مع أجمل حياة مع القرآن، ويرى اللي حوله بعيدين هاجرين للقرآن، هجران نسأل الله العافية، ومع ذلك ما فكر في يوم من الأيام أنه إيش يدعوهم إلى هذا الطريق المبارك. هذا حرمان، هذا حرمان. أين هو من لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه؟ مش يا أخواني جانب حمل هم الغير، هذا ترى جانب موجود، مبدأ موجود في حياة المسلم، أنه يحمل هم إخوانه، المؤمن للمؤمن كالجسد الواحد. استشعرت معي، أنا أجي أشوف أخوي المسلم بعيد بعيد عن الله عز وجل، ما تضايق، ما أحزن، هنا في إشكال، هنا في إشكال. جانب الغيرة عند هذا الإنسان ضعيفة جدا، ضعيفة جدا. أسأل الله عليه، أطلع مثلا أجد جاري مثلا بعيد عن الله، مثلا عنده معصية معينة، عنده ذنب معين، ما أضيق، ما يضيق صدري عليه، ما أحزن عليه. وين جانب الغيرة وجانب حب أخوك المسلم، جانب رغبة الخير للناس؟ أين هي جانب الغيرة على محارم الله؟ أين هي في قلب هذا الإنسان؟ هنا أشكال اللي يتواجد عنده يا أخواني هذا الأمر. ينبغي على الإنسان أن يراجع نفسه في هذا، كونك تحفظ القرآن، ترى منهم حولك بعيدين عن القرآن، وتجلس ولا يكون لك بصمة، ولا يكون لك أثر، ولا يكون لك نفع، ولا تحمل هذا الهم وهذا المشروع العظيم. لا شك أن هذا، لا أقول حرمان،
بل غاية الحرمان، نسأل الله العافية والسلام. ثم إنك يعني نتذكر الدال على الخير، ماذا يا إخواني؟ الدال على الخير كفاعل، من علم آية من كتاب الله كان له ثوابها ما تليت. أذكر يا إخواني تمر الأيام تذهب، أحدهم يعني يسأل الله عز وجل لقاء كذا عابر، كان معنا بعض الخطط في الحفظ، أعطينا يعني ما كان عنده أي فكرة عن الحفظ ولا شيء، كلمنا في اللقاء في مصلى يعني ما أعرفه ولا شيء، كلمات بعض الكلمات الطيبة، التذكير بفضل الحفظ وش اللي يترتب على الحافظ والنور اللي يكون في قلبه وشيء قليل وكذا، والتدبر وفضل كذا، وأن الحفظ أقوى وسيلة للتدبر، وغيره من الأشياء اللي يعني تجربة الإنسان مع الحفظ، حفظ القرآن. فتعطي خطة وتقول له شيء يسير قليل، وتعطي يعني خطة نص وجه مثلا. والله يا إخواني بعضهم يسر الله وعطيته خطة وشرحت له آلية حفظ معينة حتى يستطيع أنه يعني يحفظ بينه وبين نفسه عن طريق الاستماع، عن طريق كذا، عن طريق كذا، ما يكون يعني معيق له أنه ما يوجد له أحد يسمع له. فسبحان الله يسر الله، التقيت نعم. تفضل يا شيخ صلاح، رأيتك رافع يدك. السلام عليكم. تفضل يا شيخ صلاح. السلام عليكم. السلام، حياك الله. بس أنا تستسميع متى نبدأ نشوف؟ بنبدأ إن شاء الله، بنبدأ، خليك بسمعنا. نعم. فذكرنا نعم شو آخر نقطة يا إخواني ذكرت؟ طيب. نفع الناس كان السالفة يعني. نفع الناس، فأذكر رأيتهم بعد فترة. فوجدت بعضهم الحمد لله وجدت في الشهر الرابع، بعضهم في الشهر الخامس، بعضهم حفظ 4 أجزاء، حفظ 3 أجزاء، ويعني لاحظ يعني شيء ما أخذ مني شيء، فهمت علي؟ ما أخذ مني أي شيء، عطنا رقم جوالك، سم عندك واتساب، تفضل الآن تصلك الخطة، هذه الخطة طريق، يمكن لقاء عابر ما أخذ مني 5 دقائق 7 دقائق ولا شيء، لاحظت ولا شيء يذكر، يعني وقت قليل جدا. تخيل أنت تجلس الآن في بيتك، في نايم في فراشك، تأكل، تذهب يمين يسار، واحد جالس يحفظ مثلا عن طريق خطة وفقك الله سبحانه بتوفيق منه وعطيته إياه، هذا فضل ولا مو فضل يا إخوان؟ وأجرك جالس. طيب خليك الآن في الحياة، أنت في الدنيا، تتخيل أنت في قبرك واحد علمت القرآن من طلابك مثلا، طالب الفلاني الآن يعلم القرآن وأنت وفقك الله وختم على يدك، وشعورك وأنت في قبرك تشوف الحسنات عندك ما توقف، جالسة تزداد تنظر لها، هذا فضل الله. نعم، هذه يسميها شيخنا حق الحلقة الحسنات الذكية، أنا ما أدري كيف المسمى لكن تسميها كذا. نعم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، استثمار مع الله عز وجل. لذلك أفضل ما يطيل العمر، العمر الحقيقي للإنسان يعني العمر اللي يكسب من وراءه الحسنات، أفضل ما يطيله يطيل العمر الإنسان به تعليم الناس الخير. ولذلك جاء في الحديث إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير، فضل من الله. ولا في خير أعظم، ما في خير أعظم من تعليم الناس كتاب ربهم، لا يوجد إطلاقا خير أعظم من تعليم الناس كلام ربهم عز وجل سبحانه وتعالى. طيب هذا ما أردنا الإشارة إليه في بداية هذا اللقاء هذا اليوم. نعم تفضل. الإنسان يمديه يعني يمديه، بس يبغى يمديه على أنه يكون في حلقته بإذن الله وفي أعماله وفي ورده، بس يبغى له يكون إرادة قوية وعزيمة. أحسنت، إرادة قوية وعزيمة، إدارة أيضا قبل إدارة وقبل إرادة وقبل عزيمة، أيضا قبل هذا كله استعانة بالمولى، نعم صادقة. نعم، نية، الإخلاص، لا شك أن الإخلاص
نسأل الله أن يوفقنا له، يعني يصل به الإنسان، يصل به الإنسان إلى مراتب عالية جدا إذا كان مخلص لله، بل يعطيها الله عز وجل قبول في قلوب الناس إذا كان نيته يريد بذلك وجه الله عز وجل، يعطيها الله السداد، يعطيه رب العالمين السداد. شواهد رأيتها من شباب أحسبهم إن شاء الله صادقين مخلصين متطوعين، رأيتهم لله الحمد، يعني سبحان الله العظيم، أنا أعرف مستواهم العلمي يعني قليل جدا يعني، لكني رأيتهم يعني يقدمون رسائل ومقاطع وبرامج معينة تفوقوا على ممن معه بدون مبالغة ربما دكتوراه في المادة العلمية اللي يطرحونها. كل هذا إن شاء الله قد يكون من أسباب أنهم كانوا صادقين في إقبالهم في نفعهم، هذه لا شك خير عظيم، خير عظيم. إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل.